أوسكار كوكوشكا. ولد كوكوشكا في 1 مارس 1886 في بوشلرن النمسا، وهو رسام وكاتب نمساوي، وكان أحد رواد المدرسة الانطباعية. التحق بالمدرسة الابتدائية والثانوية في فيينا، وتلقى انطباعته الفنية الأولى من النوافذ الزجاجية الملونة للكنيسة الباروكية. في سن 18 فاز كوكوشكا بمنحة دراسية في مدرسة الفنون الحرف اليدوية في فيينا، وسرعان ما أصبح مدرسا مساعدا هناك، حيث كان يعطي دروسا في الليل ويدرس أثناء النهار. كانت المدرسة تركز بشكل تام على الزخرفة، وقد حذفت تماما الجسم الإنساني من المنهج الدراسي. تعلم كوكوشكا لوحده رسم الأجسام واستخدام الألوان الزيتية. في عام 1908 التقى بالمهندس المعماري أدولف لوس، الذي أعجب بإحدى لوحات كوكوشكا المبكرة، ومن هنا بدأت مهنة كوكوشكا الفنية من خلال تعريف لوس بكوكوشكا للفنانين. رسم كوكوشكا في الغالب المناظر الطبيعية، استخدم الخطوط وضربات الفرشاة بالألوان المعبرة. للوهلة الأولى كان يتبع في لوحاته المدرسة الانطباعية، ولكن كانت رؤيته مختلفة عن رؤية الانطباعيين، فقد سعى كوكوشكا للتعبير من خلال ألوانه عن الجوانب العاطفية للمشهد. رسمت هذه اللوحة في فصل الشتاء، ولكن استخدم الألوان الحارة فيها. بعدها بدأ كوكوشكا حياته المهنية ككاتب. حوالي عام 1908 بدأ كوكوشكا في رسم صور شخصية تظهر انشغالاً شديد الحساسية بشخصية الموضوعات، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالتعبير عن هذه الشخصية من خلال الألوان. بالغ كوكوشكا في بعض السمات وإيماءات الجالسين للتعبير عن حالاتهم النفسية، وقد عمل على أول لوحة سياسية عام 1931 بعد الحرب العالمية الأولى، وهي لوحة لأطفال يلعبون في دار الأيتام، وكان من المفترض أن تكون هذه اللوحة بمثابة احتجاج على السياسات الرجعية للمستشار النمساوي. في عام 1937 أزال النازيون جميع أعمال كوكوشكا من المتاحف والمعارض، ووصفوها بأنها فن منحت. أثار هذا الفعل غضب كوكوشكا، ليس لمصلحته أكثر من كونه ينذر بالسوء لمستقبل الثقافة والإنسانية. وبعد اتفاقية ميونخ في عام 1938 فر كوكوشكا إلى لندن، واضطر إلى الرسم بالألوان المائية كونها أقل تكلفة من الألوان الزيتية. أكمل عدداً من اللوحات الكبيرة حول موضوعات مناهضة الحرب، بما في ذلك The Red Egg، Alice in Wonderland، لورلي، وتعبر هذه الأعمال عن حزنه تجاه معاناة الإنسانية. في الخمسينيات من القرن الماضي صمم كوكوشكا المفروشات والمناظر المسرحية، وعمل بشكل متزايد في الطباعة الحجرية، كما واصل فنه السياسي. وتوفي كوكوشكا في 22 فبراير 1980 في مونترو عن عمر ينهز 93 عاماً من مضاعفات بعد إصابته بالإنفلونزا.